فاحنا النهارده هنعمل بيض بطعم مختلف. الناس بقى اللي بتحب الحاجات اللي سبايسي شويه هنعمل بيض بصوص التوباسكو. عايزه اقول لكم الصوص ده فعلا طعمه حلو جدا. هحط النهارده مع البيض جبنه رومي مع صوص التوباسكو. هي ازازه صغننه كده، بصوا بتبقى صغيره كده، موجوده في السوبر ماركت الكبيره. مش موجود حطوا هوت صوص. خلاص، مكعبات فلفل اخضر، جبنه تشيدر رومي وتشيدر ورومي. بصوا بقى، نقرب بس الكاميرا، عايزه اوريكم على حاجه. انا قست ده على الميزان قبل ما اطلع، ده جبنه بحجم 50 جرام. زي ما بقول احنا لينا في اليوم جبنه 50 جرام قد البوله دي. خلاص، طبعا انا مش هحط البوله دي كلها، او حتى لو حطيت البوله دي كلها انا هنا عامله 7 بيضات او 5 بيضات يقضي فردين. يعني ان انا محتاجه للبيض اللي هياكله فردين 100 جرام جبنه، لو انا بس هاكل الجبنه على الفطار ومش هاكل تاني. فاحنا عشان لا نفسنا مثلا هفتنا على جبنه كمان ساعتين او ثلاثه، يبقى احنا ممكن طبق البيض ده نعمل فيه 50 جرام جبنه اللي هياكله فردين ساعتين ثلاثه كده، ممكن نقوم واكلين شريحه جبنه. نجيب ميزان ونحط فيه 50 جرام جبنه، هنلاقيها تقريبا شريحتين في اليوم. احنا لينا شريحتين في اليوم جبنه بس، ناكل شريحه على الفطار وممكن ناكل شريحه على العشاء. خلاص، الفلفل ناكل زي ما احنا عايزين، البيض ما نكترش على بيضتين في الفطار، ثلاثه بالكتير قوي. ابتدي بقى احط كده البيضه. طيب البيضه اهو، عايزه اقول لكم يعني مش قادره احكي لكم ريحه حلوه ازاي. ده البيض، كل اللي انا هعمله اهو ان انا هرش رشه. احنا لينا 50 جرام اهو، الرشه دي رشه جبنه رومي مع رشه جبنه تشيدر، يعني الرشه دي عملت تقريبا 20 جرام. خلاص، مع وطبعا مفيش فرد هياكل دول 7 بيضات، يعني يقضوا 3 افراد او 3 كويس. هنحط هنا بقى مكعبات كده، مكعبات من لازم البرزنتيشن او لازم نحط الاكل بطريقه حلوه عشان بجد لما نيجي ناكل نبقى مبسوطين واحنا بناكل، ونحس ان احنا بناكل حاجه طعمها حلو، حاجه شكلها حلو، حاجه هتفتح نفسنا على الاكل.